في الفيديو ده انا هشرح الاجراءات اللي ممكن تتعمل على النتائج، نتائج طبعا الطلاب اللي هي اتاخدت على كويز انا امتحنته للطلبه. الاجراءات اللي هقول عليها دي بتتعمل عن طريق الدكتور على الماده او اي حد معاه الصلاحيه دي الكليه كلفته يقوم بيها. التعديل على الدرجات له شكلين. الشكل الاول ان يكون عندي مشكله في الكي انسر بتاعه سؤال، يعني على سبيل المثال انا كدكتور سكنت سؤال، عملت الكي انسر بتاعته اجابه اخرى غير الإجابة اللي المفروض الطلبة تحاسب عليها. فنتيجة لكده الطلبة لما امتحنت الامتحان والسؤال ده ظهر لها، فالطلبة اللي جاوبته صح طبعا خسرت الدرجة بسبب إن أنا محدد كي أنسر مختلفة، ونتيجة الصدفة الطلبة أخرى جاوب السؤال بشكل خاطئ فيصادف إن ده هي الكي أنسر اللي أنا كنت محددها، فالطلبة اللي جاوبتها بالصدفة خدت الدرجة. فالإجراء اللي هنا إن أنا بعمل بصحح الكي انسر بتاعتي وباخد اجراء تاني اسمه ريجريد، ان انا بعيد تصحيح المحاولات بتاعت الطلبه بحيث ان النظام يراجع الكي انسر اللي انا دخلتها ويدي لكل واحد الدرجه بتاعته زي ما يستحق. الطريقه التانيه ان يكون عندي بعد ما راجعت احصائيات الاختبار اكتشفت ان في سؤال مثلا التقييم بتاعه معامل السهوله بتاعه كان منخفض جدا، فده معناه ان السؤال كان فيه مشكله ما، ممكن تكون بقى دي دلاله بقى ترجع لسبب اكاديمي دكتور الماده هو اللي فهمها، ممكن تكون المعلومة الطلبة مدرستهاش، ممكن تكون معلومة غامضة جدا على الطلبة، دي بترجع برضو لتقدير الدكتور والاستاف اللي معاه. أنا هنا جمعت النوعين اللي اتكلمت عنهم أو الطريقتين اللي اتكلمت عنهم الخاصين بتعديل الدرجات. أول نوع اللي قلنا عليه الخاص بتعديل الكي أنسر وإن أنا بعد كده أعمل ريجريد أو إعادة تصحيح. تاني حاجة إن أنا أمسح سؤال من البنك وأعوض الطلاب اللي اتأثرت بالدرجة بإن أنا أمنحهم الدرجة الكاملة أو على حسب ما القرار يقول. النقطة التانية اللي هي بتشمل مسح السؤال من الكويشن بانك، هي المسح السؤال نفسه مش هيأثر في حاجة قد ما هو الإجراء بتاعي إن أنا أعوض الطلاب هو النقطة الرئيسية. أنا بمسحه ليه؟ بمسحه لغرضين، إن السؤال ده ما عادش يجي تاني للطلبة أو ما عادش طالما عليه مشكلة ما عادش يظهر للطلبة. تاني حاجة ان السؤال ده كأن انا بعمل جنبه علامة معينة انه ان انا عملت عليه اجراء ان انا مسحته من البنك. المسح برضو علشان فيه كتير بيتلخبط في الجزئية دي، مسح السؤال من البنك مش بيسحب السؤال من عند محاولات الطلب. عشان نعرف الآلية بتاعت الكويشن بانك والكويز سريعا، الكويشن بانك لما بدخله انا بعد كده بعمل اختبار بقول كويز يسحب لي من الكويشن بانك، هو مش بيسحب ان هو بياخد منه نسخه وتبقى في جنب كده ان انا عملت كويز، لا هو الريفرنس الرئيسي مازال هو الكويشن بانك، ان هو مجرد بيعمل رابط ما بين لما باجي اعمل الاختبار بيعمل رابط للسؤال اللي انا بختاره من الكويشن بانك، فمازال لسه له وجود في الكويشن بانك. فهنا لما بنعمل مسح هو بطبيعته الموديل هو متاسس او متصمم ان هو ما يخفيش السؤال من عند الطالب، لكن بحتاج انا اعمل اجراء تاني وهو بناء على الاجراء التعويضي ان انا أدي للطلبة اللي خسرت الدرجة الدرجة كاملة. هنبدأ نطبق الطريقتين على الموديل ونشوف هنعمل فيهم إيه. أنا هروح هنا لصفحة الموديل وأروح لاختبار أطبق عليه. أنا هنا فاتح حساب كأن أنا دكتور معايا صلاحية إن أنا أعدل على درجات الطلاب على اختبار. أقدر أوصل للاختبار إزاي؟ أنا ببقى مدرج على المادة اللي مطلوب أعدل درجات الطلاب عليها عن طريق إن أنا أوصلها عن طريق إن أنا بضغط على ماي كورسز في اعلى صفحه كده، بلاقي عندي الكورسات اللي انا مدرج عليها، بضغط على الكورس اللي انا عايز ادخل اشتغل عليه. اول ما بوصل عند الصفحه بتاعه الكورس بلاقي عندي كويز هنا اهوت، الكويز ده الطلبه عملت عليه محاولات، بنضغط على الكويز نلاقي عندنا هنا صفحه السمري بتاعه الاختبار، بنلاقي فيه هنا مؤشر او كلمه كده تقول لنا عدد المحاولات اللي على الاختبار وهم عددهم 806، يعني 806 طالب اجتازوا الاختبار ده على حسب طبعا درجاتهم اجتاز او ما اجتازش، دي ترجع للتقرير التفصيلي. نقطة البداية في الموضوع هحاول ان انا اعمل حاجة تبقى معايا قبل وبعد، ان انا احفظ مثلا تقرير قبل اشوف الدرجات معايا لو حابب اراجع، يعني عايز اشتغل على طول على التعديل بدخل على التعديل. انا هعمل الاجراء الرئيسي الاول اللي انا قلت عليه، خليني اخد نسخة من الدرجات، بضغط على الاتمتس اللي انا ضغطت عليها من شويه بيفتح لي تقرير الدرجات بتاعت الطلاب على الاختبار ومع كل
طالب، في هنا أعمدة بتوضح بيانات تفصيلية أخرى، بدأ إمتى، أنهى إمتى، مدة الاختبار، اجتزف قد إيه، وأقدر أشوف المحاولة بالظبط بتاعة الطالب ده، كأن أنا بجيب ورقة الأسئلة بتاعته، عفوا، كأن أنا بجيب ورقة الإجابة بتاعته وأشوف حله إيه. لو ضغطت على مثلا الطالبة دي وضغطت على ريفيو أتمت اللي موجودة تحت اسمها، بلاقي هنا كل الأسئلة بتاعتها وإجاباتها على الاختيارات، إيه اللي كسبته وإيه اللي خسرته من الدرجات، وهنا سمري بيديني كده بالألوان الأسئلة اللي خدت فيها الدرجة والأسئلة اللي خسرت الدرجة. هنا أنا هنزل التقرير ده، خليه أحفظه معايا كده يبقى ريفرنس، أحب لو حابب أراجع قبل وبعد الدرجات بتاعت الطلبة اتأثرت إزاي. ده ممكن ميبقاش نقطة رئيسية، ممكن أعمل سكيب لجزئية إن أنا أنزل الملف ده وأدخل على التطبيق على طول، دي ترجع لحضرتك. أنا هنزل التقرير هنا، أختار من داونلود تيبل داتا أز، وأختار كملف إكسل وأقول داونلود، احفظ لي، خلاص اتحفظ لي الملف على الجهاز أهو. بعد كده أبدأ أشتغل على إن أنا أعمل التعديلات. أول تعديل قلنا عليه اللي هو قلنا هنعدل الكي أنسر بتاعت سؤال معين ونعمل ريجريد. كل الطرق اللي احنا قلنا عليها دي اقدر اوصل او ان انا استنتج ان في مشكله في الاسئله دي منين، عن طريق ان انا بشوف الاحصائيات وراجع التقييمات بتاعت معامل السهوله ومعامل الصعوبه، اشوف ايه الحاجات الارقام الشاذه ان هي بتدي لي دلاله على ان في مشكله في السؤال. اوصل للاحصائيات منين؟ انا هنا ضغطت على الكويز او عدد او على اتمتس من بره، دخلني على صفحه الجريدز. الاحصائيات او الاستاتستكس بنوصل لها عن طريق ايه؟ في حاجه كده اسمها كويز، كويز سيتنجز، بنلاقيها فين؟ هنلاقيها في اخر الصفحه بعد الدرجات كلها، هنلاقي هنا حاجه اسمها ايه، بلوك اسمه كويز ادمنستريشن. تحت كويز ادمنستريشن في حاجه اسمها ريزلتس. تحت الريزلتس بقى عندي مجموعه تابس او مجموعه روابط بتدخلني على وظائف مختلفه اقدر اشتغل على الاختبار منها، او اقدر اشتغل عفوا على درجات الطلاب منها. عندي من هنا من ضمنها في حاجه اسمها statistics، لو ضغطت عليها كده افتحها كتابه تانية اشوف ايه المحتوى بتاعها. دخلني على التقييمات الاحصائيه للاختبار ككل، جايب لي هنا على الشمال هنا ابرز عمود هو الكاتيجوريز. الكاتيجوريز دي اللي تحتيها الاسئله اللي اتسحب منها اسئله البنك، عفوا اسئله الاختبار. بشوف هنا التقييمات، هنا ان هنا التقييمات هنا اللي هي معامل السهوله ومعامل الصعوبه للكاتيجوري بصفه عامه. عايز اجيب الاسئله التفصيليه اللي كانت تحت الكاتيجوري ده، بضغط على فيو ديتيلز دي علشان يجيب لي الاسئله اللي موجوده في الكاتيجوري اللي ظهرت للطلاب، وبراجع هنا المؤشرات بتاعتي. هرجع تاني بره، هروح هنا لكاتيجوري معين نجرب نعمل عليه السيناريو اللي بنقول عليه ان احنا نغير كي انسر بتاعت سؤال. على سبيل المثال هنا كاتيجوري مثلا اللي هو الخاص كان بليكتشر 11، ندخل نشوف الأسئلة اللي جواه. هنا السؤال رقم مثلا 10 14، في هنا عندنا سؤال مثلا كانت عدد محاولات عليه حوالي 53 طالب، دول الطلبة اللي ظهر لهم السؤال ده. كانت معامل السهولة بتاعه 60%، معامل الصعوبة بتاعه كان 53%. أنا أشرح على الأسئلة دي كمثال طبعا، لكن مش ده معناه ان الاسئله دي فيها مشكله، لكن هجرب علشان نشوف النتائج بتتصلح ازاي. السؤال ده برضه عشان نبقى فاهمين، انا بوصل للسؤال ازاي؟ انا بيكون جاي لي السؤال من محضر اللجنه بتاعت الاختبار، بتقول مثلا السؤال اللي عنوانه كذا بيقول فيه مطلوب فيه ان احنا نحذف السؤال ونعدل الدرجه بتاعت الطلاب. في هنا جزئيه عايز انوه ليها، ان انا لو جاي لي طلب بتعديل سؤال اقدر اوصل للسؤال ازاي في الطلب بتاعي. الطلب احيانا بيبقى مكتوب بصيغه ان انا بقول ايه، السؤال اللي كوده كذا مطلوب فيه حذف. السؤال ده بيكون له كود او كويشن نيم ونص السؤال. احيانا ممكن اسمي السؤال، او في بعض الناس يسمي الاسئله باسماء متشابهه، فممكن وانا بدور عليها يكون في لخبطه. المحضر بيجي لي مكتوب فيه كود السؤال في الاحصائيات بشكل واضح ازاي. يعني مثلا لو عندي سؤال مطلوب ان انا اعدل سؤال موجود في الكاتيجوري رقم 9، الاجابه عفوا السؤال رقم 10، التكويد هنا في الاحصائيات بيكون له كود ما بيتكررش، بحيث ان انا اقدر اوصل للسؤال بسهوله.
بلاقيه فين؟ عندي هنا في العمود اللي على الشمال هنا بلاقي فيه كود كده معين، قلنا هنا مثلا ادخلت على الكاتيجوري رقم 10 بلاقي السؤال اللي جواه رقم 11، فهنا الرقم ده ما بيتكررش، يعني انا اقدر اوصل بسهولة للسؤال. وبرضو وانا شغال براجع الكود بتاع السؤال، وجنبه براجع القيمة اللي هم اللي كاتبينها في السؤال بقيمة المعامل السهولة، بحيث ان انا اراجع بيانات السؤال ده سليمة ولا لا. بالاضافة طبعا ان ممكن راس السؤال بيتكتب او الكاتيجوري بتاعه بيتكتب، علشان ان انا ما اغلطش واروح اعمل بدل ما يكون جاي لي مثلا التعديل مثلا في الكاتيجوري 10 سؤال رقم 14، اروح انا بالغلط اعدل في مكان تاني. فدايما اراجع البيانات بتاعتي. هنا لو اخترنا السؤال ده وقلنا ايه نعدل، او نروح نشوف كده استجابات الطلبة فيه قبل ما نعدل، بيجيب لي هنا ده نص السؤال، بيجيب لي تحت الاختيارات اللي انا مدخلها على النظام، مسكنها على النظام، بلاقي هنا مثلا 4 اختيارات، المفروض ان انا كنت محدد الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة ان الطلبة تحاسب عليها. وعندي هنا في اجابة تانية الطلبة بتجاوب عليها حوالي 21 طالب، دول عدد الطلاب. احنا قلنا في الاول عدد الطلاب اللي جاوب على السؤال ده او اللي ظهر للسؤال ده 53 طالب، منهم 32 جاوب الاجابة دي ومنهم 21 جاوب الاجابة دي. فرضا ان انا هعمل سيميليشن ان انا للسؤال ده اكتشفت ان الكي انسر الصح كانت هي الاجابة دي ومش هي دي، فانا عايز احط كل حاجة بقى في نطاقها الصح، بحيث ان انا اعمل ايه، ادي الطالب اللي اجتاز او اللي جاوب صح ياخد الدرجة، اللي جاوب غلط يخسر الدرجة. هروح للسؤال ده في الكويشن بانك اعدل الكي انسر ده، ببساطة اول اجراء هنسخ نفس السؤال اهو واروح للكويشن بانك. الكويشن بانك بوصله ازاي؟ ان انا بنزل هنا تحت بلاقي حاجة اسمها ايه، بلوك اسمه كورس ادمنستريشن، لو ضغطت عليه في الاخر كده هنلاقي حاجة اسمها كويشن بانك. قبل ما اروح للكويشن بانك هنا، عشان بس في حتة كده لازم نحسمها محدش يتلخبط فيها، في هنا كلمة كويشن بانك وفي هنا كويشن بانك. كويشن بانك دي الرئيسية بتاعت الكورس كله، لكن فوق هنا الكويز ادمنستريشن بلاقي حاجة تحتها ايه، كويشن بانك. برضو ينفع ادخل كويشن بانك على قد كويز بس، لكن مش هيبقى مقروء لبقية لأي كويز تاني باجي اعمله. فالماستر في الموضوع، الجزء الرئيسي بتاع الموضوع هو الكويشن بانك الخاص بالكورس ادمنستريشن. فبروح هنا اضغط على الكويشن بانك، هفتحه في تابة جديدة وادور على السؤال بتاعي اللي انا عايز اعدل الكي انسر بتاعه. هضغط على كنترول اف في المتصفح بتاعي، هيفتح لي مكان كده اكتب فيه النص اللي انا عايز ادور عليه، وانسخ السؤال هيوديني على السؤال اللي انا عايزه اهو. كويس، هعمل ايه، اضغط جنب علامة الايديت دي علشان اروح احدد الكي انسر الجديد. ادي كود السؤال وادي نص السؤال، عندنا هنا التشويسز اهي، وادي الاجابه اللي هي المفروض انا كنت مسكنها واكتشفت انها غلط، فانا المفروض اعدلها واختار الاجابه دي تبقى هي الصح. هعمل ايه، هقول دي بدل ما كان عليها الدرجه الكامله هقول نان، من جريد اختار نان، ومن تشويس هقول التشويس الرابع، عفوا التشويس الرابع او الاجابه المفروض هي الصح، اقول هي اللي اتاخد عليها الدرجه كامله، وبضغط سيف. ده اول اجراء كده، انا حليت جزء من المشكله. الجزء الثاني ان انا زي ما نقول كده بنعملها في الكنترول، ان احنا نعيد تصحيح استجابات الطلاب تاني عشان كل واحد ياخد الدرجه بتاعته. هروح هنا على الكويز تاني اللي فيه محاولات الطلاب دي، والاقي هنا مفتاح اسمه ريجريد اول. ريجريد اول دي بيعمل ايه، بيمر على البنك ويروح يشوف فيه اي تغيرات حصلت فيه، ويرجع لمحاولات الطلبة يديهم الدرجة او يخصم منهم على حسب ما انا عدلت. ونلاحظ هنا ملاحظة قبل ما اضغط ريجريد، ان في هنا ايه الاعمدة دي، في هنا اعمدة هنا موجودة اهي، منهم واحد رئيسي اللي هو اللي فيه الجريد بتاعت الطالب جاب كام من 10 مثلا، الامتحان ده من 10، الطالب جاب 5 من 10، 5 من 10، وهكذا. اللي ظاهر دلوقتي بس جريد، لما هضغط ريجريد اول في تغير هيحصل، عشان ايه، يديني مؤشر ان انا عدلت في الكوشن بانك، وبناء عليه في طلبة اتأثرت بالنتيجة دي. هضغط ريجريد اول ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا هنا هو بيمر على 806 محاولة اللي هم بتوع الطلبة اللي اجتازوا الاختبار، بيمر عليهم واحدة واحدة، ويرجع للكوشن بانك يشوف فيه اي تغيرات حصلت، ويعيد تصحيح الامتحان. لما يخلص هنشوف ايه اللي هيحصل. كده النظام خلص الريجريدنج، هضغط على كونتينيو
ونروح نشوف الريبورت تاني ايه اللي حصل فيه. هننزل تحت نبص هنلاقي فيه هنا عمود زاد هنا في الاخر اسمه ريجريد. العمود ده بيوضح موقف كل طالب اذا كان نتيجته اتغيرت ولا لا. اللي تغير نتيجته بيظهر جنبه كلمة دن، اللي ما تغيرش نتيجته بتفضل الخانة فاضية كده زي ما احنا شايفين. هنعمل سكرول كده ونروح نشوف فين الطلبة اللي اتأثرت بالنتيجة. ادي طالب اهو، ادي طالبة اهي، ظهر جنبها كلمة دن. دي معناها ايه؟ ان الطالبة دي كانت مجاوبة السؤال ده بطريقة، ولما عدت تصحيح السؤال في الكي انسر بتاعته صحح او عدل الدرجة بتاعت الطالبة دي. وممكن نلاقي حالات تانية اهي، دي حالات مكتوب جنبها دن، دي معناها ان الدرجة دي اتغيرت، كانت مثلا ممكن 7 ونقصت لـ6، او كانت 5 وزادت درجة بقت 6. ممكن نشوف التفصيل ده بالظبط عن طريق ايه؟ ان احنا لو رحنا اهو في هنا في المودل في خاصية انها تجيب لي تقرير تفصيلي شوية عن الجريدز بتاعت ايه؟ يعني مثلا السؤال ده كان الاختبار ده كان 10 درجات، بيجيب لي ال10 درجات، عفوا الاختبار ده كان 10 اسئلة، يجيب لي ال10 اسئلة ايه الصح وايه الخطأ فيهم. لو ضغطت نوع على حاجة اسمها ماركس فور ايتش كويشن، لو خليتها يس نشوف ايه اللي هيظهر او ايه اللي هيزيد هنا، ونقول هنا ايه شو ريبورت، هيجيب لي ال10 اسئله استجابات الطلبه عليهم كانت عامله ازاي، وما زال عمود الريجريد ظاهر. هنروح تحت نشوف الطلبه اللي فيهم تغيرات ايه اللي ظاهر جنبهم. ادي حاله اهي، ادي طالبه نتيجتها اتاثرت، كانت 4 وخدت الدرجه لما انا عدلت الكي انسر بتاعت السؤال. هنا طالبه تانية كانت واخده 7 ونقصت درجه بسبب ان انا عدلت السؤال. وهنا برضو بيوضح لي ان السؤال ده بالظبط كانت واخده 1 وخسرت الدرجه لانها كانت بالصدفه مجاوبه السؤال بطريقه صحيحه اللي انا عدلتها. كده يبقى انا عدلت الطريقه الاولى اللي انا قلت عليها، وهي عدلت الكي انسر وعملت ريجريد وراها، وكل طالب خد الدرجه بتاعته. طبعا انا لو نزلت التقرير، لو عملت داونلود هنا داونلود، هينزل لي طبعا التقرير تاني بعد ما الدرجات اتعدلت وفي كل واحد خد الدرجه بتاعته. وناخد بالنا هنا من حاجه، عمليه الريجريد امتى العمود ده بيظهر وامتى بيختفي. العمود ده لما انا عملت تصحيح في البنك ظهر. طيب لو انا جيت عملت ريجريد اول تاني ايه اللي بيحصل؟ العمود ده يختفي. ليه؟ لان الوظيفه دي بتحصل حاله بحاله، كل ما اعمل تعديل بيروح يعمل تشيك ويعدل. يعني الحاله الحاليه دلوقتي خلاص هو بيعتبرها الحاله النهائيه. لو عملت ريجريد اول هيروح يبص على البنك مش هيلاقي حاجه اتعدلت، خلاص هيخفي الريجريد ده لان احنا دلوقتي وصلنا لحاجه النهائيه، ما عادش بيحفظ الدرجه القديمه خلاص. هو بس بيديني هنا مؤشر اللي وريته لكم، بيقول ان في حد كان عنده درجه اتغيرت بالزياده او بالنقصان. فناخد بالنا دايما لما نيجي نعمل اجراء بتاع تعديل سؤال في الكويشن بانك من ناحيه تعديل الكي انسر، نخلص التعديلات الاول وبعد كده نعمل ريجريد اول مره واحده عشان نشوف الدرجات. حاجة كمان، أنا لو فتحت الصفحة دي وظهر لي، لاحظنا إن مثلا مش كل الطلبة ظهرت لي في صفحة واحدة، أحيانا بيكون هنا باي ديفولت الحساب بتاعنا هيكون ظاهر صفحات حوالي 30 حالة ب 30 حالة تقريبا. يعني مثلا لو عندي 800 طالب كل بيعمل لي بيقسمهم لي في صفحات يظهر لي 30 ب 30. فأنا عشان إيه؟ أنا عايز أظهر كل الحالات مرة واحدة، بكتب له عدد الحالات اللي عملت الاختبار بحيث ان هم يظهروا لي في صفحه واحده. امتى بتبقى ظاهره عند حضراتكم؟ ازاي؟ هنلاقي هنا في رقم احنا ممكن نلاقيه كده مثلا 100، ده معناه ايه؟ معناه ان يظهر لي ال 800 حاله دول او 806 حاله دول على بيجز، يعني بيقسمها لي كل 100 في صفحه. يعني هنا دول 100، وبعد كده اول ما بيخلصوا بيديني ايه؟ صفحات اخرى اروح لل 100 طالب اللي بعدها. فانا بس عشان اعرض كل الحالات قدامكم عشان تشوفوها، هنلاقي ايه، رحت انا عملت خليته قلت له ايه، قلت له يظهر لي ال 806 حاله في نفس الصفحه. يعني هنا البيج سايز بكتب جنبها 806 واقول له شو ريبورت عشان يظهر لي كل الحالات مره واحده، بحيث ان انا اقدر ادور على الحالات اللي اتاثرت بالنتيجه. ده بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي خاصه بتعديل الكي انسر وان انا اعمل ريجريت.